اقول للشيعه الذين يصنمون هؤلاء المراجع تدبروا في الايه التاسعه بعد البسمله من سوره التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع إنه يوم القيامة الكبرى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب إلى آخر الآية الكريمة ما المراد من يوم التغابن؟ يغبن الانسان حينما يكون بامكانه ان ينال شيئا ثمينا لكنه بسبب جهله بسبب كسله بسبب وسبب وسبب, وسبب لن ينال ذلك الشيء الثمين مع انه كان بامكانه ان يناله لو سعى اليه لناله يوم القيامه يوم التغابن من تساوى يومه فهو مغبون كان بامكانه ان يجعل يومه الثاني افضل من يومه السابق من يومه الاول هناك يشعر الانسان بندم لا مثيل له حينما يتذكر من ان الاسباب كانت مهياه له ولكنه لم يتحرك باتجاهها وهذا سيحدث بالضبط في يوم الظهور ايضا يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا انه يوم الظهور هو ايضا يوم تغابن الرجعه كذلك يوم تغابن ايام الله هي ايام تغابن الحديث هنا عن يوم القيامه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن سانقل لكم صورا من الكتاب الكريم تتحدث عن حسره الانسان وعن ندمه اذهب بكم الى سوره ابراهيم والى الايه الثانيه والعشرين بعد البسمله اتمنى عليكم ان تتدبروا معي وقال الشيطان لما قضي الامر بعد ان وضع كل شيء في نصابه بعد الحساب وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم انا لن انفعكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم لن يتمكن الانسان من الشيطان لماذا؟ لان الانسان هو الذي مكن الشيطان من نفسه فلن يستطيع أن يأخذ حقه من الشيطان هو الذي سلط الشيطان على نفسه بالضبط مثل ما عندنا في قوانين عالم الدنيا من أن دعاء الزوج على زوجته لا يستجاب قطعا في بعض الحالات يمكن أن يستجاب دعاء الزوج على زوجته لكن في العموم دعاء الزوج لا يستجاب اذا كان على زوجته لماذا لان الله يقول للعبد ان امرها بيدك بامكانك ان تطلقها فلماذا تدعو عليها بالهلاك طلقها وحينئذ ستكون بعيده عنك وستكون بعيدا عنها طلقها فان امرها بيدك فان الله لا يستجيب دعاءك عليها بالهلكه يمكن ان يستجاب الدعاء في بعض الحالات لكنني اتحدث عن العموم وكذا الذي يقرض شخصا مالا لا يثق به لم يكتب عليه كتابا لم يشهد عليه شهودا فانكر عليه ماله فاذا ما دعا عليه فان دعاءه لا يستجاب لان الله يقول له من انني قد امرتك ان توثق دينك ان تعتمد على الشهادة والشهود لماذا لم تفعل ذلك المشكلة مشكلتك أنت العيب فيك قطعا هذا الأمر لا يكون في كل الحالات مطلقا لكن في العموم أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل في يوم القيامة كذلك فإن الإنسان لا يستطيع أن يفعل للشيطان شيء لان الشيطان لم يكن قد تسلط على الانسان من دون ان يفتح الانسان المنافذ له الانسان هو الذي سلط الشيطان على نفسه هكذا يكون الموقف وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم هذا يسبب ألما للإنسان يسبب الما شديدا للانسان حتى ان كان من اهل الخير الايه هنا تتحدث عن اهل الشر وعن الذين سيحشرون الى نار جهنم مع الشيطان ولكن اهل الخير ايضا سيندمون انه يوم التغابن اذهب بكم الى سورة البقرة إلى الآية السادسة والستين بعد المئة بعد البسملة وما بعدها إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الذين اتبعوا هم الذين يتبرؤون من الذين اتبعوا لماذا لان الذين اتبعوا هم الذين سلطوهم على انفسهم وهذا لون عذاب لون عذاب نفسي شديد اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار مع حسراتهم وهذا يكون في أهل الخير ويكون في أهل الشر حينما اقول يكون في اهل الخير يعني من الذين سينالون الشفاعه ولكن الندم سيكون موجودا لان الذين سينالون الشفاعه كثير منهم هم من اناس فرطوا وفرطوا وفرطوا في حياتهم إذ تبرأ الذين اتبعوا الذين اتبعوا هم الذين يتبرؤون وليس الذين اتبعوا الذين اتبعوا لا يستطيعون أن يتبرؤوا من الذين اتبعوا وتبقى هذه في نفوسهم تبقى هذه الحسرات إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة يا ليت اننا نستطيع ان نتبرأ منهم. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه صور ولوحات مؤلمة جدا من صور يوم التغابن. في سورة سبع في الأية الحادية والثلاثين بعد البسملة وما بعدها. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، يرجع بعضهم إلي بعض القول هؤلاء يلقون بالمسؤولية على هؤلاء يقول الذين استضعفوا وهم الذين اتبعوا للذين استكبروا وهم الذين اتبعوا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ألسنتهم طويلة بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار هذه الاكاذيب واساليب الدجل التي تقوم بها المرجعيه حيث تضحك عليكم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا وأسر الندامة لما رأه العذاب ولكن ولا حين مندم لا كما يقول البيان ولا تحين مندم ولا تحين مندم هنا ولا تحين مندم في بيان السيستاني هذا للضحك على الذقون وأسر الندامة لما رأه العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون الذين كفروا كفروا ببيعه الغدير الكفر في القران في مرحله التاويل هو كفر ببيعه الغدير والذين كفروا ببيعه الغدير صنفان نواصب سقيفه بني ساعده انكروا الغدير جمله وتفصيلا ونواصب سقيفه بني طوسي اقروا بالغدير لسانا وانكروا مضمونه والى ذلك يشير صاحب الامر ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون هذا خطاب صاحب الامر الى اكثر مراجع الشيعه في الرسالة التي وجهها إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد الأربعمائة من الهجرة. أقرأ عليكم الآيات مرة أخرى. ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين حينما يوقفكم امير المؤمنين في يوم القيامه ويقول لكم حتى لو كنتم من اهل الشفاعة لماذا ابطلتم صلواتكم بعدم ذكر الشهادة الثالثة ستقولون من أن أسيستانية ومن أن بشير النجفي ومن أن فلانا وفلانا أصدروا لنا الفتاوى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا سيقولون لكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين مثلما يتحدثون عنكم يقولون عنكم من أنكم بهائم وهذه البهائم تريد أحدا يركب على ظهورها إذا لم نركب على ظهورهم فإنهم سيثورون بوجوهنا صدقوني هذا كلامهم هذا كلام مراجع النجف وكربلاء في أجوائهم الخاصة يبررون لأنفسهم هذا الهراء هذا هراء ولكنهم يبررون لانفسهم تجهيلكم وتضليلكم وابعادكم عن منهج العتره الطاهره قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا بعلي وآل علي هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أقول للجميع أقول للجميع للجميع ما يعرض على شاشة القمر هو فكر علي وآل علي الأصيل وهؤلاء مراجع النجف يعرفون هذه الحقيقه لكنهم يكذبون عليكم وانا لا ابالي. انا لا ابالي بما يقولون لانني على بصيره من امري وانا متاكد من ان الغلبه والفوز لفكر علي وال علي لا اتحدث عن نفسي انا رقم من الارقام ولهذا الفكر امام يحميه هو الحجه بن الحسن انا رقم من الارقام انا ساذهب وياتي غيري نحن ارقام لكن طوفان فكر علي وال علي سيجتاحكم سيجتاحكم في زمان الغيبة في زمان الظهور في زمان الرجعة سيجتاحكم سيجتاحكم زينب صلوات الله وسلامه عليها أعطتنا الضمان وأين في قصر يزيد فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك امدنا ولا ترحض عنك عارها ترحض يعني تنظف تطهر ومن هنا يقال له المرحاض مكان ازاله القذر ولا ترحض عنك عارها فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها وهل رأيك إلا فنات وأيامك إلا عدت وجمعك إلا بتت سلام. سلام على فاطمة. سلام على إمام الأئمة والسيدة القيمة. سلام على قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ختام رسالتي المفتوحة إلى مراجع النجف هو هذا (زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي) زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي